احنا سعيدين في مجمع الشارقه للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للمشاركه في هذا الملتقى. طبعا الملتقى هي فرصه للترويج عن انشطه المجمع والقطاعات اللي نركز عليها في المجمع اليوم. طبعا ايضا اليوم الثاني نحن راح نطلق مبادره لدعم رواد الاعمال في الجامعات، وهذا طبعا هي مبادره بالتعاون مع شراع واستثمر في الشارقه والقطاع الخاص ان شاء الله. نحن نطمح من خلال هذه المشاركه الى تعزيز دور القطاع البحثي والعلمي والابتكاري في الصوره الاقتصاديه بشكل عام.